شكرا سليم فرياني، اداء جميل ورائع، تبارك الله عليك. شكرا، تبارك الله عليك. استمتعنا بالمالوف بالروايه القسنطينيه، ومن بعد ما سمعناه بالروايه التونسيه اكيد ان الساده المشاهدين لاحظوا بعد يعني الفروق ما بين اللونين. وقبل ما نعطي الكلمه للاستاذ سليم والاستاذ حميش للتوضيح، التحقت بنا فنانه شابه اختارت طريق الموسيقى الغرناطية، وطبعا هذه التسمية كان وضعوها بين قوسين، وبغينا نزيدوا نعمقوا النقاش فيها لأنه كنا تكلمنا عليه في حلقة من حلقات سابقة من شدى الألحان، وقلت بأنه التحقت بنا فنانة اختارت طريق التراث الصعب، لازمت كالظل شيخ من شيوخ هذا الفن في المغرب وهو الأستاذ الحاج أحمد بيرو، استفدت منه الشيء الكثير. اسمها أندلسي محض. حيوا معي الفنانة بهاء الروندا. مرحبا بك بهاء. قبل ما نتكلم مع بهاء بغيت نشير عند الأستاذ سليم فرقاني الفرق، الفرق ما بين المالوف التونسي طبعا والمالوف اللي كيتأدى في قسنطينة، بعد يعني بعد توضيحات بسيطة على مستوى المقام، على مستوى الشعر، المقام النوبات مش كي بعضاهم، الموازين مش كي بعضاهم. نعم. النغمه تشبه لبعضها، النغمه تشبه، النغمه تشبه لبعضها، كاين شي طبوع يشبهوا كما الاصبهان كما النوى. نعم. هادو يشبهوا الاصبعين تالي بيان سور، وكلهم ما كاينش زجل مثلا على مستوى الشعر، كاين شعر شعر زجل. احنا عندنا زجل في قسنطينه. نعم. كثير من الاشجال اللي عندنا في قسنطينه، كاين بعض الاشجال في تونس ماهيش برشا كما يقولوا التوانسه، ولكن في قسنطينه عندها كنز كبير في الاشجال. نعم. استاذ حميش، طبعا احنا عندنا اسئله كثيره لانه بغينا ما امكن نعطيو بعض الايضاحات على معلومات اللي كتسال، ولا الناس كلها عندهم يعني نقاش حولها. ومن بين الاشياء اللي كي
تطرح حول السؤال هناك باحثين تقولوا بأن تسمية الطرب الغرناطي يعني هي مستحدثة في المغرب وأنه معروف في المغرب بالجزائري أو الجزائري، يعني أصل التسمية. دائما يطرح هذا الإشكال، ماذا نسمي هذا التراث؟ في طرب الآلة طرح هذا الإشكال كذلك، هل هو طرب آلة؟ هل هو موسيقى أندلسية؟ هل هو موسيقى أندلسية مغربية؟ هل هو موسيقى مغربية؟ وهو لكل تسمية دلالات وأبعاد. بالنسبة للطرب الغرناطي أعتقد بأن تسمية الطرب الغرناطي هو وفاء للفردوس المفقود ولآخر إمارة فقدها العرب المسلمون في الأندلس وهي غرناطة. بالنسبة للمغاربة تسمية هذا التراث بتزيري هو ناتج عن تأثير الجزائر في المغرب، في تأثير الجزائر في المغرب من خلال بعض المعلمين الذين كانوا يتوافدون على المغرب وخصوصا مثل مسان مثلا. يمكن أن نستحضر هنا علما وهو محمد بن غبريط، قدم إلى المغرب في العقد الثالث 1923-24-25 وأسس مدرسة لتعليم الطرب الغرناطي في الرباط، وهذا لا يعني بأن الرباطيين لم يكونوا يعرفون الطرب الغرناطي ولم تكن هناك ممارسة لهذه الموسيقى في الرباط أو في وجدة. نعم، شكرا لك أستاذ حميش. نرجع للبهاء. بهاء، أنت من الأصوات يعني اللي اختارت كيف ما قلت التراث، وكان ممكن أنك تختاري لون غنائي آخر، على أنه هو سؤال تقليدي لكن السادة المشاهدين دائما عندهم يعني فضول لمعرفة سر اختيار المغني اللون الغنائي اللي كيمارسه أو اللي كيحترفه، يعني فو كيمشي عليه وكتصبح يعني مسيرته الفنية. حقيقة هي اختياري لهذا التراث المغربي الأصيل لابد ما عنده واحد الأسباب اللي كيرجع لها. هاد الأسباب اللي هي كنقول أولا كاين الوسط العائلي. الوسط العائلي اللي كيكون متشبت بالأصالة المغربية وكيكون كيعتز بالتراث المغربي الأصيل بما فيه التراث المغربي عامة وكذلك الأندلسي خاصة والطرب الغرناطي خاصة. هذا من جهة. من جهة أخرى كاينة العلاقة بالسي أحمد بيرو، وتحية للسي أحمد بيرو بالمناسبة. تماما، وهذا اعتزاز بالنسبة لي أنا كتلميذة للسي أحمد بيرو، فهذا كيجعلني ما يمكنش ما كنتش متشبتة بهذا التراث وبهذا الأصالة المغربية. غير كملاحظة يعني أول مرة بهاء الروندا يعني كتحضر لسهرة بدون استاذها الحاج احمد بيروية، يعني طيله تهيئه السهره وهي كتكلم على تجربتها الاولى يعني في الغناء بدون الحاج احمد بيرو، كتحس ب الله يكون راضي ان شاء الله. واكيد السي الحاج احمد بيرو غادي يكون معنا في حلقات مقبله وغيكون ضيفنا ان شاء الله بحول الله. ولكن انا اكيد يعني على مستوى الصنعه استفدت اشياء كثيره بها، لكن السي الحاج احمد بيرو اكيد استفدت منه على المستوى الشخصي. تماما، المستوى الشخصي. غير باش نكمل كذلك على فيما يخص التشبث بالتراث، كذلك كاين انتماء لجوق شباب الأندلس، فهذا أعطاني فرص عديدة لحفظ صنائع الآلة الأندلسية، كذلك حفظ بعض الإنشادات. إذا فكنبقاو متشبتين بالتراث. فيما يخص التأثير أو التأثر بسي أحمد بيرو فيما يخص الشخصية، هذا بحر. باش نجاوب عليه خصنا ولاني نقدر نلخص فيما يلي، هي انه كيعطيني وغيكون اب روحي لي الروح أكيد. روح الغناء اكيد، لان غناء الطرب الغرناطي عنده واحد الطابع ديالو، وخاصة المدرسة ديال السي أحمد بيرو. على بها أنك تجيني أنت محظوظة بتواجدك مع الحاج أحمد بيرو. الحمد لله. وباش ما نطولوش على السادة المشاهدين، غنطلبوا من بهاء أنها تسمعنا وصلة من نوبة الغريب دائما صحبة جوق عمر المتيوي.
تفضلي بهاء. يا من ملكني عبدا يا من ملكني عبدا من غير شيء وراء علش قلبك
قد خافي قد خافت في الهوى واليوم قد ضار ما خفي قولي بأحس أحس الكوى وأنا من القلب قد صار
عليك بهاء، واداء يعني كان كله دقه متناهيه. شكرا لك. اذا كنا سمعنا فيما سبق نموذج الصنعه الجزائريه بالروايه القسنطينيه، غادي الان تعرفوا على نموذج المدرسه العاصميه. ومن اجل هذه الغايه كتحضر معنا فنانه جزائريه نشات في اسره فنيه، الام ديالها استاذه لاله البيانو، التحقت منذ سن السادسة بالمعهد الموسيقي وتلمذات على كبار شيوخ الصنعة الجزائرية. بعد المرور من الجمعية الفخارجية والاستفادة من دروس الأستاذ الكبير عبد الرزاق الفخارجي، كانت من ضمن المؤسسين للجمعية السندسية منذ سنة 86. ضيفتنا الليلة الفنانة الجزائرية لمياء معدني. تحية للفنانة. مرحبا بك لمياء. يسلمك. لمياء، اليوم انت كتمثلي المدرسة العاصمية بالضبط، يعني بعض المعلومات عن المدرسة العاصمية باختصار. المدرسة العاصمية تتميز عندها الشكل الخاص لها، وهي نسموها الصنعة، وهي كيفية الأداء، في كيفية الأداء مميزة للجزائر العاصمة. تماما. أستاذ متوي، لكن ممكن يعني بعض الإضافات حول يعني المدرسة العاصمية؟ ربما المدرسة العاصمية يعني الجزائر العاصمة. نعم. أخذت من على مو تكون سمت العاصمية على أساس أنها تبع الجزائر. نعم. العاصمة. الجزائر العاصمة. تمام.
كنظن اخذ يعني خدات من مدارس اخرى مثل المدرسة المسانية، وايضا ربما ايضا من المدرسة القسنطينية لانهم يعني تاريخيا اقدم، ويعني ربما اسلوبها كيتميز على يعني يتقارب مع المدرسة التلمسانية ويتباعد عن المدرسة القسنطينية. شكرا لك سيد التنتوي. لكن لمياء، يعني حسب معلوماتي عليك اشتغلتي في مجال الطيران يعني بشكل عام، علاقة الطيران والمجال الموسيقي؟ أنا نعمل في شركة طيران تبع الخطوط الجوية الجزائرية. نعم. وأنا أستاذة في الموسيقى الأندلسية، وأنا كي نغني كي نكون في حفلة ونغني نحب الجمهور يسافر معايا عبر الفن الأصيل وهو الفن الأندلسي. على أين غادي نطلبوا من السادة المشاهدين ربط الأحزمة والسفر والتحليق في سماوات الفن الأصيل مع لمياء معدني؟ تفضلي لمياء.